أحداث هذا المسلسل حقيقية، حدثت ولا زالت تحدث، ولكن أسماء الأماكن والأشخاص ليست كذلك، وأي تشابه أو تطابق بينها وبين الواقع هو من قبيل الصدفة أو الضرورة الفنية. فقط نؤكد أن التشابه والتطابق في الأحداث مقصود، لأنها حدثت ولا زالت تحدث. قرار اللجنة الهندسية بتاريخ 15/11 واعتماد مدير المباني بتاريخ 15/11 واعتماد رئيس الحي بتاريخ 15/11. واللجنة دي خدت القرار ده على أي أساس؟ بعد المعاينة. والمعاينة دي تمت إمتى؟ بتاريخ 15/11. كله 15/11؟ ده كان إيه 15/11 ده؟ اليوم العالمي لتحطيم الروتين والبيروقراطية؟ ولا كان يوم عيد الإنجاز القومي؟ كان يوم الاثنين. إيه رأي جنابك إنه اللجنة دي ما هوبتش ناحية الفيلا، وإن المعاينة اللي بتتكلم عليها ما حصلتش؟ والله الأوراق اللي قدام مني بتقول إن اللجنة راحت، وإن المعاينة تمت، وإن قرار الإزالة اتخذ نظرا لخطورة حالة الفيلا وإشرافها على الانهيار. كذب وتلفيق، دي مؤامرة من فضل معداوي، وساعتها فيها موظفين عموميين يجب ان يعاقبوا. روح اشتكي وسيبنا اشتغل. واضح انك انت بالذات شيخ المتآمرين. طب امشي اطلع بره وانا هنده لك الامن. انده الامن علشان اتهمك رسميا بتقاضي رشوه. انت قليل ادب وانت عديم الضمير. طب اتفضل اطلع بره. بتمد ايدك عليا؟ ده اعتداء على موظف عمومي اثناء تاديه وظيفته. انا ما اعتديتش عليه، انا منعته من الاعتداء عليا. ده كان هيضربني. انا مفيد ابو الغار اللي اشتغلت سفير لبلدي 35 سنة، كنت فيها رمز لكرامتها واسمها. احنا مقدرين مكانة سعادتك، بس القانون قانون، وراجل بيقول انك انت اعتديت عليه باللفظ واتهمته بانه مرتشي. وهو مرتشي فعلا. لحظة يا دكتور. يا سيادة الرائد، اللي حصل ده نتيجة لاحتداد المناقشة مش اكتر، وارجو اننا نسوي الموضوع. انا ما عنديش مانع، بس اتفقوا مع المبلغ ونعمل محضر الصلح، والا هضطر احول الموضوع للنيابه. محكمه ولا نيابه مش هتراجع. لو كنت اخطات انا مستعد اتحمل نتيجه خطئي بصدر رحب،
لكن مفيش صلح مفيش اعتذارات، وانا مصر على اتهامي لهم كلهم. المساله ما تتعالجش كده يا دكتور، هيصطادونا. احنا دخلنا معركه تكسير عظم، مش ممكن من بدايتها نصرخ لمجرد انهم سبقونا وضربونا الاول. هو انا متفق مع الدكتور يا بابا، لازم نثبت التلاعب اللي ورا قرار الازاله. وهنثبت ده ازاي يا فصيح؟ وعلى ما نثبته هنتصرف ازاي في القضيه اللي الدكتور مصر يلبسها؟ هنتحرك بسرعه. هو ده الصح، انت عليك تستخدم اساليبك وتصرفاتك القانونيه، واحنا علينا نتحرك ونهجم في كل الاتجاهات. الو مين؟ مبروك بالهنا والشفا على قلبك يا دكتور. لو لسه السمين جاي اوعك تفتكر انك ضحكت علينا ونيمتنا. او لا، فوق لروحك بقى وبيعها قبل ما نهدوها على دماغك. انا مستنياك ومجدعه مني، مش هستغل الظروف ومش هاخدها بيعه جزاري. الفلوس موجوده بس بسعر الارض في الحته دي. ايه مالك ما بتردش ليه يا دنايا؟ هي طبقت على مراوحك؟ معلش تعالى الماما فض عيط على كتفها وهي هتصالحك وتديلك اللي انت عايزه. الراجل جاتله بالخرز، ربنا يكون في عونه ويلطف بيه. طب ايه رايك بقى يا معلمه ان هيجيلك زعف على ايديه ورجليه؟ اصل اقول ده ضاق علي الخناق، ومش كل الناس قد الخناق. وسكت لها يا دكتور. امال عايز يردح لها يا هشام؟ يبقى ايه الفرق بينهم؟ ده صح. كمان الرد على فضل معداوي مش بالكلام، بالفعل بس. روح انت يا انيس شوف شغلك وسيبني مع هشام. وهو كذلك. اهم نقطه دلوقتي نطعن في قرار الازاله. وانت يا استاذ هنبدا الحركه ازاي؟ انا ابتديتها فعلا يا دكتور. اتصلت بكل اللي اعرفهم الفنانين والمهتمين بالفنون في اسكندريه، وفي ميعاد النهارده هنتقابل في القصر وحفرد قدامهم تاريخ الفيلا وقيمتها، واعتقد في كتير قوي عارفين. وهنتفق على خطه منظمه لتكتيل الراي العام. عظيم. بس في حاجه اهم دلوقتي يا هشام، لازم نوصل لخلفيه قرار الازاله، لان اللي فبركوا القرار ده في يوم واحد ممكن يفاجئونا وينفذوه في يوم واحد برضه. يبقى لازم اوصل لاصل المؤامره والناس اللي اشتركوا فيها، وساعتها ادخل المحافظ اوقف القرار واثبت وجود الرشوه وادخل الناس اللي اشتركوا فيها في السجن. مظبوط يا دكتور، بس ده محتاج حد خبير بدهاليز المساله دي. سيبوها عليا دي. عليك انت يا مطوع. ليه لا يا دكتور؟ ولا مانيش معاكم؟ مش الفكره، اتفضل. لكن ايه علاقتك بالمحافظه والاسكان والدهاليز زي ما بيقول هشام؟ اولا في ثلاثة من قرايبي بيشتغلوا في مديريه الاسكان، تقدر تعتبرهم ثلاث عفاريت او ثلاث حواه بيلعبوا بالبيضه والحجر. هايل، هم دول اللي احنا محتاجين لهم. فورا نبدا اتصالاتك بيهم. لسه ثانيا يا استاذ، وده الاهم. العالم السفلي في مدينه الاسكندريه. ايه العالم السفلي؟ عمري ما كنت اعرفه ولا كانت ليا صله بيه لغايه ما تلفقت لقضيه الفندق اياها ودخلت السجن، وهناك عرفت العالم ده وعرفت اهم اقطابه. اقطابه؟ عتاوله التهريب والمخدرات والسماسره والنصابين والهجامين وكل الانواع. بس انا لا يمكن اتعامل مع النوعيات دي. حضرتك هتكون بعيد، مالكش دعوه بايها حاجه. مع ملاحظة اني مش مستعد اطلاقا اشترك في اي تصرف في خرق للقانون او التعدي على الفضائل العامة. اتفضل. مش كنا نقعد في مكان انضف من ده شوية؟ انت اللي عايزني، وبعدين ده المكان انا بقعد فيه. مش مهم، ما احنا مش هنقعد كتير. يكون احسن، انا ورايا معاد. باختصار كده احنا مش موافقين نجوزك اختنا. بس امكم موافقة. ماما واخدة الحكاية عنده، وبعد شوية هتفضها من دماغها. خلاص يبقى مفيش مشكلة. يعني انت مش متمسك بسمحة؟ والله يعني لو امك رفضتني مش هزعل. وافرض ماما موافقة؟ على بركة الله اتنين شاي. احنا عاوزينك تصرف نظر وما تتقدمش من اصله. ما اقدرش، ابويا يطردني ويحرمني من الميراث. كلمني زي ما بكلمك.
هنحل لك مشكلة المحكمة التأديبية. أنت عارف صلاتنا كويس. هننقلك من أسيوط لإسكندرية في أقل من 24 ساعة. هكلم لك صاحب أكبر مدرسة خاصة في إسكندرية يعينك عنده بمرتب ما تحلمش بيه. قلت إيه؟ البت مش عاوزاك وما بتحبكش. وأنا مش ميت في هواه. تبقى بتجري ورا فلوسها. احترم نفسك لضربك. أمال عاوز إيه؟ وأنت هتقدر على اللي أنا عايزه؟ لو كان لبن العصفور. قرار الإزالة اللي طلع لفيلا الدكتور مفيد يتلغي وكأنه مكان. والموظف اللي انتوا برطلتوه ها وقدم بلاغ في الدكتور مفيد يسحب بلاغه. طب وانا مالي؟ ده انت اللي ورا العمليه دي كلها يا ابن الحجه. اللي قاعدين يتعب قوي يا ابن فرنسا. ما شربتش شاي كده يعني؟ مفيش فايده. امك مصممه والعربي بيلعب لعبه لصالح ابو الغار. ماشي، وان شاء الله الاتنين هيندموا. يعني هتمشي الخطوبه؟ هو انا اقدر اخرج عن طوع الحجه؟ ايه؟ اني استعن في قرار اللجنه وقدم تظلم؟ طب وبعدين يا ابو طالب؟ استنى استنى. ايه؟ لا انا عايز اخلص من الموضوع ده. شوف لي اي طريقه واسعفني الليله. لا ده العرب ابن حنفي جاي علشان نقرا فتحه سمح. الله يبارك فيك. لا لسه حفله الخطوبه قدام شويه. طيب لما تخلص يبقى فوت علي. مع السلامه. انت لسه هنا؟ ما انا ما خدتش عقد نافع يا حاجه. اخلص مع الراجل اللي عايز الشقه ولا استنى شويه؟ هو قال لك هيدفع خلوه كام؟ انا قلت 50 وهو بيقول 40. لا احنا هنبيعها بعفشه 150,000 جنيه يا طلبه من قصوش مليم. انا ما عنديش شقه تتاجر فاضيه. امرك يا حاجه. لا استنى، هي شقة 15 اللي في كفر عبده فيها مين؟ دول جماعة خواجات اللي بيشتغلوا في المشروع. مأجرينها قد ايه؟ 11 شهر، فات منهم 3 فاضل لهم 8. طب أنا عايزة الشقة. بس دول جماعة خواجات مش ولاد بلد هيتهددوا. لا، الخواجات دول ديتهم بسيطة، الهيصة والدوشة والتقل العيار حبتين هيقولوا حق برقبتي ويجروا. بس الخواجات يمكن ما يحوقش فيهم. ماليش دعوة يا طلب. أنا عايزة الشقة أوضبها وأجوز فيها بنت سمح. اتصرف انت بقى. سمحة بنت فضل مع الداوي. قرايه فتحة بس يا دكتور، بكتير هتبقى خطوبه، لكن ابعد من كده مش هيحصل. غريبه ليه يا استاذ؟ لنفس الاسباب اللي مخلياك ترفض تبيع لها الفيلا دي. صدقني انا مش شايف الصله. ازاي يا دكتور؟ ما هو نفس الاسلوب السوق المبتذل، حتى في ربط الناس ببعض وتقرير مستقبلهم ما همهاش في لحظه انها تضغط بقدمها التقيل على رقبه فاطمه بنت عم ولادها. البنت الغلبانه اللي كل زنبانة كملت تعليمها ودخلت الجامعه ونجحت. نجحت في اللي ما قدرتش فضه تشتري لبنتها بالفلوس. فكان لازم طبعا تتفعص مشاعرها واحلامها وبنفس الادم التقيله اللي عايزه تدوس على الفيلا دي وتهدمها. ايوه يا ابني، ادم الفيله. هتاري تعبير الفيل ده مش مجرد تعبير سوقي زي تعبيرات الأرنب والأستك اللي مالية البلد في الزمن السوقي ده. لا، ده في دقة شديدة. ما هو الفلوس ممكن تبقى عندها قوة غشمة تفرص وتقتل. فهمتني دلوقتي يا دكتور؟ دي قضيتي يا أستاذ، لكن اللي أنا مندهش له إزاي تكون فاهمها بالشكل ده ومستعدة تجاري الجو تقرا الفاتحة وتخطب. فين المقاومة يا أستاذ؟ ما لو المقاومة تبعتها هتبقى على كتافنا لوحدي. أنا مكنتش أتردد، لكن أول نتائجها هيبقى على دماغ فاطمة وإخواتها. مش معنى كده إن أنا هستسلم، لأ. دي مجرد مناورة، مناورة مباحة في قوانين الحرب يا دكتور. على أساس كده أنا موافق. ألف مبروك يا أستاذ عربي. أنا جاي متعشم وطالب القرب منك يا حاجة. بنتك المزمزيل سمحة لابني الأستاذ سيد العربي. البت بيتك والولا ابني يا معلم. إيدك في إيدي نقرأ الفاتحة يا حاجة. بسم الله.
ولا الضالين. آمين. نشربوا الشربات؟ الشربات يا حمو. هات العروسة يا تركية. قول لك يا نونو، معايا كده عشان المعلمة ما تزعلش. ها؟ ابعد عني، ابعد عني. أنا مكبوت عند الحبارتك وإن أنا مستماسك نفسي ومستصال. سكت ليه يا عرب؟ ها؟ من الفرحة يا معلمة. إيه؟ يعني فرحان بجد؟ إلا فرحان بجد، ده أسعد يوم في حياته يا حاج. ألف مبروك، ألف ليلة بيضة. مش كنا نفرحه ونهيصه كده ونعمله صحبة كبيرة يا معلمة؟ الشبكة يا حم عقبال ليلتك. أمال المسجود التاني راح فين؟ مبروك يا معلمة، مبروك يا معلم، مبروك يا سحرة. سلام عليكم. هو الولد ماله يا حمو؟ عدم مؤاخذة معلمة، أصله محبوط وعنده إكبات. وسكت على روحه ليه؟ مش يشوف حاجة. سعيكم مشكور. انا واثق ان اللي قلته لكم عن بيت ابو الغار مش جديد عليكم، معظمكم عارفين. والله انا بحكم عملي كخبير ترميم زرت البيت وشفت اللوحه العظيمه اللي مرسومه على جدار كامل في القاعه الصيفيه، واتفقت فعلا مع الدكتور ابو الغار على ترميمها. عاوزين نعرف راي سيادتك يا دكتور عباس. انا ما عنديش كلام كتير، لاننا زي ما قال هشام عندنا فكره واضحه عن بيت ابو الغار وقيمته الفنيه والتاريخيه، وبقترح اننا نبتدي فورا حمله نجند لها كل امكانياتنا واتصالاتنا، مش بس على مستوى الاعلام او الجهات الرسميه، لا الاهم الناس، اهل اسكندريه اللي المفروض يحسوا بالخطر وينتبهوا الى ان شيء قيم وعزيز جدا ويعتبر جزء من تاريخهم معرض للدمار والانسحاق تحت وطئه الجهل والسوقيه. تعالوا نبتدي من بكره الحمله دي تحت اسم انقذوا بيت ابو الغار. كان لازم احضر الاجتماع ده واشكرهم. لا انت مش مضطر تحضر اجتماعات، ومفيش حاجه تستدعي الشكر. القضيه ما بقتش قضيه خاصه، مش قضيه الدكتور مفيد بس، واظن انت فاهم. فاهمك وموافقك. عمتم مساء يا ساده. امل رجعتي؟ ايه ده لحقتي؟ ايه اللي رجعتي ولحقتي؟ هو انا كنت رايحه ابني السد العالي؟ ده مجرد تسليم مقال واتفاق على الحمله، ولولا ان انا ما رضيتش امشي غير لما المقال يتجمع قدامي كنت جيت من بدري. يعني المقال نازل على الصفحه الثالثه بكره الصبح. ايه ده يا معلمه؟ يا معلمه يا معلمة. ايه يلا مالك؟ استرعت ولا لاشيتك عقرب؟ اسمك بالبنت العريض في الجرنال اهو. اسمي ايوه والله اهو اهو. انت يلا بتشاور لي على ايه؟ ما تقرا وتسمعني. حاضر. قيم الجمال والتاريخ في مهب الريح. هل تمثل المعلمه فضه نفسها ام هي تعبير عن مدى الانحدار الذي وصلنا اليه؟ ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ كارثه يا معلمه. اللي مكتوب في المقال ده هيخلي الناس تشاور عليك وتقول امنا الغوله. اهي انا يا ابو طالب. العفو يا معلمه، بس دي الحقيقه. البنت الصحفيه دي مصوراكي كده، وده مش بس هيشن عليك ويكره الناس فيكي، ده هيخلي كل اللي بيساعدوكي يخافوا ويكشوا. والمصيبه انها بتقول ان ده اولكش ولسه تقيل ورق. تقيل ايه؟ فهموني. حد عارف ناوي على ايه دي ولا جابت الكلام ده منين؟ من انيس وابنه طبعا. يا تعرف انيس وابنه منين؟ هي دي البت اللي ايوه يا ماما، هي دي البت. اللي طب وازاي يسيبوها تقول الكلام ده يا ابو طالب؟ ايه هو الجورنال ده ملوش اصحاب؟ ايوه صحيح يا متر، احنا نقدر نوقف النشر ونرفع قضيه على الجورنال كمان. وتفتكر انا كنت حاسكت لغايه ما تقول لي يا باشمهندس؟ انا فليت المقال جمله جمله، كلمه كلمه، حرف حرف، ما لقيتش حاجه ممكن نستند اليها. البت امل صبور دي حريفه ومتودكه وعليها لقم وخبز، مفيش كده، ما سابتش خرم ابره ممكن نصطادها منه. يعني ايه هنسيبها تقول الهباب ده؟ لا طبعا، لازم يكون في وسيله. لازم. ايه ولقيتها الوسيله دي؟ هفكر، بس فكروا معايا، ايد لوحدها ما تسقفش. هي البت دي ظروفها ايه؟ متطلقه
وليها قضية في الجرنان كانت هتترفض فيها، وبعدين رجعوها، ودي أول مقالة تنزل لها بعد القضية. وأبوها يبقى أستاذ جراحة المخ والأعصاب في طب اسكندرية. وعلى حسب ما سمعت في استلطاف بينها وبين الرسام ده اللي اسمه هشام ابن أنيس عبد الحليم. يبقوا على كده كلهم من شلة أبو الغار. مش هما بس، والعربي ابن المعلم حنفي كمان. كلامي ده بقى يا حنفي؟ جبت الكلام ده منين يا باش مهندس؟ العصفورة قالت لي. بس لو سمحتم مش وقته، مش مهم دلوقتي مين هما، المهم هنعمل معاهم ايه. البت دي لازم تسكت. خلاص ادوني عنوانها وانا هتصرف معاها. تصرف ازاي يا معلم؟ هتبعت لها فتوى يضربها؟ وخلص عليها نهائي لو لازم الامر. قصدك يخلص علينا كلنا؟ لا يا معلم، مش كل الناس اللي تنفع معاهم الوسائل دي، دي صحفية، ولو حد مس شعرة منها هتقوم الدنيا وما تقعدش وتبقى شهيدة، ويبقى الناس اللي بتهاجمهم هم اللي عملوها حاجة بالعقل كده. لا كلام ده ما ينفعش. أنا بقول نحكمها قرشين كويسين، ولما تعمل لنا فيها شريفة وتدخلنا في ممر رشوة. دكتور فكري معاه حق. لا يا معلمة، المسألة محتاجة تخطيط على مستوى، ازاي نخرسها من غير ما نقرب لها ومن غير ما نديها فرصة تتهمنا بالرشوة، ازاي نكسر ألمها واحنا بعيد مش شايفانا ولا حتى حاسة بينا. ازاي يا بطل؟ دي لعبتي يا معلمة. يعني لقيت الحل؟ ولما نغلب في الحل يبقى لازمتي ايه يا حاجة؟ سيبوني ليلة واحدة ارتبها وحنتفها واخليها ما تخرش المية. هايل يا هشام، اراء الناس دول هتكون موضوع الريبورتاج اللي جاي، يا ريت تجمعني بيهم. دي سهل، ممكن اروح انا وانت دلوقتي ونقابلهم واحد واحد. يلا بينا. بس هحتاج مصور، عايز الريبورتاج يبقى بالصور، هيفردوا له مساحه اكبر وهيبقى له واقع احسن. برضو سهل، عندي كاميرا واصور لك انا. بتعرف؟ هحاول. وانا هفضل كده ما اعملش حاجه. دكتور مفيد، دكتور مفيد، ممكن ننفرد ببعض شويه؟ خلاص اتحلت، اتفضلوا انتوا. معايا على المكتب يا مطوع. تقرير عن حصيلة الجولة الأولى. تمسحها على الزيرو وقفت فجأة قدام بيت مهندس كبير في التنظيم. في المرور اتكتبت باسم الهان مراته. التاريخ 15/11. تاريخ صدور قرار الإزالة. العربية طلعت من أجانس جليم موتورز المملوك لشركة النور لتجارة السيارات، إحدى شركات مجموعة النور الفضي اللي بتملكها الست فضل مع الداوي. شيء جميل. التمن اتسدد على الورق، لكن في دفتر الضرائب الموجود في مكتب المحاسب القانوني عزة أبو العز مسجل تحت بند إكراميات وكوميسيون. هايل يا مطوع، تحصيلات هينة. لسه يا فندم، بكرة إن شاء الله هيكون عندنا وثيقتين على جانب كبير من الأهمية. الوثيقة الأولى كشف بمفردات مرتب الموظف المرتشي، والتانية صورة من إقرار الذمة المالية بتاعته اللي بيثبت فيه إنه ما عندوش أي مورد رزق غير وظيفته. ده بخصوص موضوع قرار الإزالة. أما عن الأنشطة الأخرى للست فضل مع الداوي فجاري العمل، وإن شاء الله بكرة هيكون عندنا تقرير عنه. ونشكر يا مطوع. انصراف. بعد إذن سعادتك، في كده موضوع جانبي ممكن يكون مفيد. عمارة فضة اللي في رشدي فضيت فيها شقة، واحتمال كبير الليلة إنها تتأجر ويندفع فيها خلو رجل كبير. تحب سيادتك نزغزغ بيها الست فضة؟ عملنا إنجاز مش كده؟ كده ونص. بيني وبينك فكرة الروبورتاج دي صح 100%، لأن ده المدخل الطبيعي اللي تخش منه على الحملة. لازم الرأي العام يعرف إيه هي فيلة أبو الغار وإيه قيمتها، وعلى لسان المختصين سواء فنانين أو أسبيين. مظبوط. على فكرة أنت عندك استعدادات صحفية مش بطالة. طبعا، ولسه لما تشوفي صور لما تتحمر
واخد زوايا وكادرات تجنن. تاخدي ايه؟ بس انا اللي عزماك مكافأة على الجهد اللي انت عملته. ماشي، انا اخد شاي في كوباية سكر خفيف وانا قهوة عريحة. بتضحكي ليه؟ وانت بتضحك ليه؟ مش معقولة يكون نفس السبب؟ انا بقى متأكدة انه نفس السبب. طب قولي. واذا كان نفس السبب اللي ضحكك تعترف؟ اعترف. اصلي فجأة افتكرت اننا بقالنا مدة بنتقابل وبنتكلم من غير ما نتخانق، لاننا دخلنا في موضوع اهم وبعدنا عن موضوع الخناق. الظاهر اننا كنا داخلين غلط. تفتكري؟ مش انت مبسوط كده؟ وانت مبسوطة كده؟ كفاية اني مرتاحة ومش متوترة. وانا كمان ما بقتش متوتر ولا متأزم. عارف ده معناه ايه؟ قولي لي انت. معناه ان الصداقة مريحة وهادية وعمرها طويل. إذا كانت هي الأساس مش مجرد تعويض أو بديل. نديها فرصة تثبت لنا ده أو تشاور لنا على غيره. لا مؤاخذة، إحنا غيرنا رأينا. بعد عمركم يا فندم. إحنا مش عايزين لا شاي ولا قهوة. بلاش، أجيب لكم إيه؟ هات لنا كوزين دورة مشوي. عايزة خاتم سولوتير وعقد ذهب أبيض وإسورتين ألماس. ما معهوش. بابوه إيحة مش هيتفاعله. يا عنان اللي هشتري الشبكه واديها له يلبسها لك. والله ما البسها ولا المسها، ما كانتش من جيبه وجيب ابوه. ايه انت بتحطي لي العقده في المنشار يا سمحه؟ يا بنت اعملي معروف، انا مش فايقالك. كفايه عليا الصداع اللي عامله لي ابو الغار والبنت الجورنالجيه. ما هو عريس الغفله اللي انت مدبساني فيه معاهم. انت كمان هتقولي لي زي اخوكي؟ اسمعيها للاخر يا حاجه، دي عايزه تنورك. تنورني ليه؟ هو في حاجه حصلت وانا ما عنديش علم بيها؟ ما تتكلموا. مش عايزه كلام يا ماما، دي باينه زي الشمس. العرب ملموم على بلغار من يوم ما جه. انت نسيت ان هو اللي سلط اخوه عماد يسرق العقد والوصل من جيب ابوه عشان يسلمهم للدكتور؟ صحيح، نسيتها ازاي دي؟ وبصراحه بقى يا حاجه، الواد ده ابو الشين، وانت عارفه انه ميال لفاطمه بنت سلفك. ما هو عشان. عشان ايه يا ماما؟ كملي. عشان انت واكسه نفسك واكساني معاكي. بنت رئيسة هتاخد السنة دي الأسانس، وانت بعد كل اللي عملته لك ما قدرتش تدخلي الجامعة. وعايزة اتجوزني العربي مكيدة فاطمة أمه. هو أنا موعودة مرة واحد يمثل عليا دور غرام عشان أبو الغار، والتاني يخطبني برضه عشان أبو الغار، وأمي عارفة وسكت عشان تكتس الفطر. سمحة تعالي. بنتك معذورة يا حاجة. خلاص بلاش، مش هجوزها. اعبد ايه في نفسي بس؟ اطرشه بعد الشهر ان شاء الله العدو يا اختي. اهله وامسك رقبته. طيب طيب يا ابو الغار، انا وراك والزمن طويل. هو كلام عيال يا معلمه. اسمه ونصيب يا حنف. الله، بس احنا قارين فاتحه. بيتجوزوا ويتطلقوا يا حنف. طب افهم ليه بس يا حاجه؟ تاني يوم كده على طول الناس تقول ايه؟ هيقولوا ما حصلش ود، اتخانقوا، مفيش نصيب. ده دي الله، اكيد الواد عمل حاجه. لا بقى ما عملش حاجه، احنا اللي مش عايزين. ايه رايك بقى؟ الله، ده يبقى شغل صغار حاجه، ما عدتش بالساهل. اللي في قلعه كن فاضي يا حنفي كده. طيب افاضه، كتر خيرك. ما بدري يا ابو العربي، اقعد نسيكوا شربيه. اتنين وابعد عن سكتي السعادي. طب مد ايدك عليا يا حاج. بتمسك فيا انا؟ ها؟ ومد رجلي كمان لو ما كانش احسن من قدامي. ايه ده؟ انت بتمسك فيا؟ ما اتخلق اللي يضربني في صدري يا حنف. ولا يا نونو. عيب عليك يا حاج. اوعى يا جدع. سيب ايدك. اوعى المعلم حنف قد ابوك يا جدع. هاك عليا انا يا معلم. طيب يا نونو، بكره هوريك. راجل روح بلاش كلام جعر على الفاضي. لا سيب ايدك. اتلم بقى يا نونو في ضصيره. وانت يا معلم مع السلامه، روح بقى. شوف يا نونو. مع السلامه. ايه اللي بتقوله ده يا رحم؟ انا كنت بقول اي كلام كده بس عشان الجو، يعني انت عارف. علي النعمة اللي لك كنت بعزقته. شفت خرج من عند الحاجه مدخن ازاي؟ يكاد ينشكه من الغاز وروحه المعدنيه في الحديد. طيب يا فاضل، الصبر حلو. ما تزعلش نفسك بالجامد قوي كده يابا، ما انت عارف رايي في الموضوع ده من اوله. معلش بس ما يبقاش بالشكل ده. الله، دي زي ما تكون شارع العالم بفلوس يا اخي. على ايه؟ الله يرحم. الفلوس تقدر على حاجات كتير وتسوي الهوايل،
بس في حاجات بقى ولا مال قاروني يقدر يمسحها. متهالك يابا، كل حاجة النهاردة بتخضع قدام الفلوس. ما كانتش حتة بنت صحفية زي دي عملت لها زعرينة في نفوخ. أمال بقى لو رحت البيت ده هي تقولت لها اللي عندي؟ لا وإيه؟ رسمي من دفاتر البوليس. سابقة؟ أيوة يا دكتور، جناية سرقة وخدت فيها سنتين. معقولة تسرق وعندها ده كله؟ لا ما ده حصل زمان، أيام ما كانت لسه بنت بتسرح بالسمك على مشنة فوق راسها قبل ما تتجوز. يعني الست المليارديرة فضل مع الداوي ذات ماضي ملوث. هتفيدك المعلومة دي يا دكتور؟ فايدة مزدوجة يا أستاذ. الفايدة الأولى لي أنا، بجاوب على سؤال كان محيرني، هل الجهل لوحده ولا الفقر لوحده ولا لازم الجريمة معاهم؟ كده بقت واضحة. الأصل ملوث يا أستاذ، ومدام الانحراف أصيل يبقى كل ما ينتج منه مفهوم. طب والفايدة التانية؟ فايدة مباشرة، ورقة ضغط في إيدي ممكن أستعملها وقت اللزوم علشان أحمي نفسي وأحمي الجدران دول. قول لي يا أستاذ سيد، مش ده برضو من حقي؟ آه طبعا من حق حضرتك، بس أنا معترض على شيء واحد. اللي هو؟ حكاية أستاذ سيد دي، سيادتك مصر يعني تعمل تكليف بيني وبينك، بالرغم من إني بسمعك بتنادي هشام وأمل بأسمائهم، يا ترى هم ليهم معزة خاصة أنا ما أقدرش أطمع فيها؟ إطلاقا يا ابني، أنت ليك نفس المعزة، بس أنا حاسس إنه لازم أقول لك يا أستاذ. أولا لأنك مدرس، ومدرس من أحق الناس للقب ده، وثانيا أنت تخصص فلسفة، والفلسفة دي حاجة كبيرة مهولة. أول ما نسمعها بنفتكر أرسطو وسقراط وابن رشد وكانت وهنجل وديكارت. بس أنا فين هم دول فين يا دكتور؟ برضو أنت منتمي إليهم. خلاص مدام حضرتك مصر. الحقيقة يا ابني أنت نموذج مشرف. بالمناسبة عملت إيه في القضية بتاعتك مع الوزارة؟ ولا حاجة، ورحت المحاكمة التأديبية وخدوا أقوالي وهو أديني لسه مستني قرارهم. عايزني أتدخل؟ الوزير الجديد صديق شخصي ممكن. لا 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 يا دكتور، لا متشكر قوي، أنا مش محتاج أي واسطة، أنا مستعد أحارب معركتي للآخر. كنت هتخيب ظني لو قلت غير كده. أيوة عظيم، أيوة سمع. ايوه مفهوم. وبعدين طب اديني رقم تليفونه معاك. 3 4 9 7 8 9 0 بس. متشكر، لو عزت حاجة هكلمك. مع السلامة. 3 4 9 7 8 9 0. الو، ممكن اكلم توفيق بيه لو سمحتي؟ قولي له ابو طالب شيحه من اسكندريه. اهلا سعاده البيه، ابو طالب شيحه يا فندم، محامي فضل مع الداوي. اهلا بسعادتك. حضرتك قريت جرايد النهارده؟ هيولعوا منها ومن ابو الغار. عرفوا ان هو اللي طلع اوروبا ورا الراجل بتاعهم اللي جوزوه البنت الصحفيه وبوظ لها القضيه. استنى واحده واحده، انت دلوقتي عايز تقول إن أبو الغار سافر ورا جوز البت أوروبا؟ أيوة. أنت فاكرة المدة اللي غابها وسافر؟ هي دي، راح واتصل بالولا وفهم إنه هيشتري منه المستردات بمبلغ كبير. التاني بقى طفص وحمار، صدقه كان أبو الغار متفق مع الإنتربول. ومين الخواجة بول ده؟ لا ده مش واحد، ده البوليس الجنائي الدولي، كان بيدور على عصام عشان مطلوب القبض عليه. ما تسألينيش عصام مين، الواد اللي كان متجوز البيت. فهمت. وبعدين ابو الغار جره للكمين، قبضوا عليه ورجعوه مصر، والقضية اتفتحت من جديد وحجيب بلاوي. حلو قوي، اتريهم قرشين ملحة ابو الغار والبيت الصحفي. الله ينور عليك. حلو. وبعدين نفسهم طبعا ينصفوهم مع بعض، خصوصا البت امل هتقلب عليهم بلاوي تانية.
ومستعدين يتعاونوا معانا. كويس قوي يا ابو طالب. هم الجماعه دول باين عليهم مخرين واصلين، اتفق معاهم واللي يطلبوه نفذه. انا جاي اخد موافقتك. موافقتي على ايه؟ انا موافقه على كل حاجه. يعني في تفاصيل برضو لازم تعرفيها الاول عشان ما تجيش تقولي لي في ايه. بس ما تتكلم دغري. عايزيننا نساعدهم عشان يخلصوا من الراجل والبنت في ضربه واحده. يقتلوهم؟ مستهيألي انه كله الا القتل يا ام فكري. قتله يا وليه يا مخبوله انت؟ قالوا لك عليا راس منصر ولا زعيمه عصابه؟ يا اختي ما تزعليش، اصلي ما فهمتش الكلام اللي قاله لك ابو طارق. هو مش بيقول عايزين يخلصوا على ابو الغار والبنت الجرنالجيه؟ يخلص عليهم حاجه ويقتلهم حاجه تانيه. قصده يقول يعني انه يعملوا فيهم عملة تخرسهم وتخليهم يطاطوا ويجيب مناخيرهم الارض، فهمتي؟ ايوه دلوقتي فهمت. الحمد لله. طيب ايه بقى اللي شغلك ومطير النوم من عينيكي؟ متضايقة، زهقانة، مش عارفة اعمل ايه. مش عايزة امشي في السكة دي، وفي الوقت نفسه مش قادرة اسكت. طب على ايه وجع القلب ده كله؟ داني كل اللي عايزاه حتة الفيلا دي، يقفوا في سكتي ويضيقوا عليا ويضايقوني ليه؟ داني هنغنقهم فلوس، فتحت لهم خزنتي. والراجل اللي عكر ده قلت له هعملك مليونير، مفيش فايدة، لازم يقف لي زي اللقمة في الزقور. والله أنا لو منك لريح دماغي واسيبه يشبع بيها. إيه؟ قطاطي قدامه؟ أرفع إيديا وأسلم علشان يقولوا فضل معداوي هزمها أنا في بطوله وخوفها؟ ما هو طلع إنه مش بطوله، هو يا حاجة كل اللي حواليها هيف منه بنفخة واحدة أحرقها. طيب والبنت الجورنالجية؟ هي دي بنت اللذينة. انا مش قادرة افهم ازاي يسيبوا بنت مسخوطة زي دي تكتب على مزاج. مفيش كبار، مفيش توقير لمامات الناس. تلاقيها طمعانة لها في قرشين، ما تدوهم لها وتخلصي. تقولي ايه قرشين؟ فكر كده يا تركية؟ لا ده بيقولوا عليها متقنعرة ورفع مناخيرها للسما. ما تجربي، انت هيخس عليكي ايه؟ تتكرمي تشربي القهوة معايا في مكتبي في الميعاد اللي يناسبك، هنناقش المسألة بهدوء. أظن سعادتك معايا إن اللقاءات اللي من النوع ده أنسب تبقى في المكتب. تشرفي يا فندم. أوعي تروحي. أبو طالب ده تعبان ونابه أزرق، وأكيد دعوته ليكي النهاردة وراها بلوة تقيلة بيحضرها لك. ده لو أنا رحت على غماية وأنا معرفش هو مين وأغراضه إيه، لكن ما دمت واخدة حذري ميهمنيش. وبعدين تكتيكيا يا أستاذ ما يصحش اننا نسد ودنا وما نعرفش هم عاوزين ايه، مهما كانوا عاوزين يتنوروا او يكذبوا او يوضبوا بلاوي الزرقاء زي ما بتقول، لازم نسمعهم ونعرف اسلوبهم. ايوه يا دكتور، بس اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. وامل قبل كده سبق لها انها وقعت في مشكله بسبب سلامه نيتها دي، ومش هقع فيها تاني لاني مش هكون سلمت النيه تاني. انت حره، انا بحذرك. انا صحفيه يا استاذ ومش عايزه حد يعلمني مهنتي. انا اسف، حقك عليا. بعد اذنك يا دكتور انا نازل اجيب نهاد عبد الحكيم عشان يبقى يعاني الفيلا. مع السلامه يا ابني، انا مستنيكوا. ليه يا امل؟ الولد ما قالكيش حاجه تضايقك عشان تردي عليه بالطريقه الجافه دي؟ ده خايف عليكي. انا اسفه يا عمي، مش عارفه ايه اللي خلاني اتكلم بالطريقه دي، زي ما يكون واحدة غيري فرضت نفسها على لساني واتكلمت بدالي. معلش، خلينا دلوقتي نكمل اللي كنا بنعمله ونراجع الريبورتاج. ها؟ يلا. ايه المصيبه اللي حدفتك هنا تاني؟ انا وقعت في عرضك يا استاذ انيس. بطل ادب القرود ده وخش في الموضوع على طول. عايز ايه؟ اعمل معروف وغلاوتي شام ابنك عندك. اتكلم على طول، انا مش فاضي. بوليس بيدور عليا. بوليس؟ ليه؟ هببت ايه؟ مظلوم والله. الواد حماده الكرداوي كان سهران معايا وقال لي مش هعرف اروح دلوقتي، حبات عندك. قلقت في الفجريه لقيت واخد فلوسي وبيتسحب. مسكت فيه فتح عليا مقط وقرن غزال كان عاوز يفتح كرش، لو دراعه المطوه غرزت في صدره. قتلته؟
دفاعا عن النفس والله يا ابو هشام. طب ولما هو دفاعا عن النفس ما رحتش الاسم ليه وسلمت نفسك وسبتهم يحققوا؟ خفت محدش يصدقني. وجاي هنا ليه؟ خبينا الله يسترك. عايز نقوي مجرم؟ اسمع، اذا كان الكلام اللي بتقوله ده صحيح وما بتكدبش، تنزل معايا دلوقتي نروح القسم تسلم نفسك هيحققوا، وانا هقف معاك لغايه التحريات ما تثبت صحه كلامك، ماذا والا تاخد عقابك. هي قلت ايه؟ بس انا وهو كنا لوحدنا، ما حدش شافنا عشان يشهد معاي. الطب الشرعي والمعمل الجنائي لهم اساليبهم في معرفه الجريمه تمت ازاي. قدام اخويا. ها، تحب تبتدي امتى؟ دلوقتي. اذا كان الدكتور ما يمنعش. الفيلا كلها تحت امرك من اللحظه دي. الاول انا محتاج اراجع الخرائط والكتب اللي معايا. اتفضل معايا على المكتب. اجي معاكم؟ لا، خليك انت دلوقتي، انا راجع لك. انت لسه هنا مستنياك. امل، انت مالكيش دعوه بيا خالص، معاملتنا من هنا ورايح هتبقى رسمي. كل اللي بيربطنا ببعض ان احنا الاثنين مهتمين بقضيه الدكتور مفيد، انما اللي بتعمليه او اللي ناويه تعمليه فن. ممكن تيجي معايا؟ اجي معاكي فين؟ معاد ابو طالب، عايزه حد معايا يحميني. انت بتتكلمي جد ولا ناويه تقلبي عليا بعد شويه؟ اتفضلي. ايوه يا هشام. الله، هو راح فين؟ خرج يا فندم. اكيد راح يجيب الراجل الحيران مامي فريسك. اسمع يا مطوع، الاستاذ اللي جوه في المكتب مسموح له يتجول في جميع ارجاء الفيلا، تتعاون معاه وتنفذ له كل اللي هو عايزه. امر ساعتك. والاستاذ اللي هيجي بعدين يبقوا اتنين، اعمل حسابهم على الغدا. طبعا، انا نازل الجنينه اقعد شويه مع امل هانم. امل هانم خرجت يا فندم. هي كمان؟ امتى؟ مع الاستاذ هشام. يبقى ما عادش فاضل غيرك انت. تحب اعمل لحضرتك قهوه؟ افتكر الميعاد كان بيننا احنا يا هانم. ما افتكرش في حاجه شخصيه هنناقشها يا متر. اسرار العمل اهم من الاسرار الشخصيه. واحنا في بيننا عمل؟ جايز من وجهه نظرك لا، لكن من وجهة نظري ده عمل من أعمال مكتبي. أنا هنتظرك بره، بس قبل ما أمشي بعد إذنك لحظة يا متر. أنت بتعمل إيه يا أستاذ أنت؟ معلش، من باب الاحتياط. بعد إذنك، يمكن يكون في ميكروفون تسجيل ولا حاجة. حتى لو فيه أنا مش هقول حاجة أخاف منها، لو عايز يسجل علني أنا ما عنديش مانع. لازم يكون عندك مانع، تكنولوجيا الصوتيات تخليهم يعملوا مونتاج ويألفوا كلامك من أول وجديد. تسجيل إيه ومونتاج إيه؟ أمال ليه أصريت إن الميعاد يكون في مكتبك؟ بدل البيوت يا أخي، ومش معقول هدي ميعاد للأهانم تقابلني برا. أيوة بس أنت بقى. خلاص يا هشام، أنا مش خايفة من حاجة. أنا هستناكي برا. أنا محامي محترم يا هانم. محدش فينا قال إنك غير محترم يا أستاذ أبو طالب. ودلوقتي عشان ما نضيعش وقت، لأني لازم أسافر مصر وأودي الموضوع لنازل بكرة، إيه اللي عندك تقوله لي؟ طب مش تستريح الأول وتاخدي درينك؟ درينك أنت على كيفك، أنا مش عايزة حاجة. ولا أنا. الهانم بتحب الدغري؟ بالظبط. وإحنا كمان. شيء غريب جدا، احنا هنتكلم بالاشاره؟ اسمع يا استاذ، يا اما تتكلم جد يا اما هقوم امشي. اللي فهمته انك بتخيرني اخد ده ولا ده، في مقابل ايه؟
دي محاولة رشوة. احنا مش خرص عشان نتفاهم بالطريقة دي. دلوقتي اقدر اسمعك صوت يا مدام. كان ممكن اقع في الفخ لولا تمثيليه القرعه اللي عملتيها انت والواد الرسام. زودتوها حبتين وخلتونا شك. ما علينا. قلت ايه يا مدام؟ العقد ولا الشيك؟ عايز رد صريح مباشر يا متر. ارجوكي. لو العرض ده منفضل مع داوي نفسها وصلها الرد وقول لها انا بقيت الرد هتقراه في جورنال بكره.